اهلا بحضراتكم مره تانية ولقائنا على الهواء. وزي ما قلت قبل الفاصل لقائنا حاليا هو لقاء فني. دايما بنقول ان الفن مرآة المجتمع، الفن هو اللي بيعبر عن نبض المواطن، عن احساسه وعن مشاكله. الفن الراقي بيرتقي وبيسمو بمشاعر الانسان، بيدخله في حاله من الصفاء النفسي، في حاله من السعاده، في حاله من الراحه النفسيه بتقدر تخليه ان هو يبدع في اي مجال هو فيه. كلامنا عن الفن وعن يعني ان هو بيعكس ازاي ما يحدث في المجتمع ده من خلال لقائنا على الهواء. معانا سامح عبد المنعم، ملحن وشاعر، اهلا بيك يا سامح. معانا كمان هيثم عبد المنعم، مطرب، اهلا بيك. ومعانا الاستاذ ايمن الشاعر، كاتب وسيناريست وشاعر، اهلا بيكم مشرفينا النهارده. نبدا بالاستاذ ايمن، وعايزين نتكلم عن ازاي الفن بيعكس نبض الشارع والمجتمع واحساس المواطن نفسه بمشاكله. ازاي الفن في كل زمن من الازمنه كان هو التعبير الصادق عن حاله المجتمع في ذلك الوقت؟ الشاعر عبر السنين وعبر الأزمان هو مرآة حال أمته، هو اللي بيعكس كل ما بيحصل وما بيدور في المجتمع، هو جزء لا يتجزأ. في ناس كتير تقول الفن ملوش علاقة بالسياسة، لا، الفن ملوش علاقة بالدين، لا، لازم كلنا بنكمل بعضينا، فنون وخدارة، كل أنواع الفنون أيا كانت بتكمل بعضها وكلها بتتداخل مع بعضها. الشاعر ممكن يوصف، لازم يكون ملم بحال أمته، وإذا لم يكن مرآة لحال أمته فهو مش شاعر. إذا لم يكن مرهف الحس ويتنبأ بالأحداث قبل ما بتحصل كمان، لأنه هو مفروض أعلى قيمة في المجتمع أو أعلى بمشاعره، يعني أسمى، لازم يشوف المجتمع إيه ويتنبأ كمان باللي بيحصل في مجتمعه. قبل ما نبدأ مع سامح وهيثم، عايزين نسمع حاجة من حضرتك كده بتوضح ده، نبدأ على طول وبعدين نتكلم مع الشباب. طيب نوصف الشعب المصري. ايوه انا سمعت حاجه كده دندنه قبل الهواء. الشعب المصري طبعا شعب جميل، نتمنى ان احنا نوصفه يعني. قصيده اسمها الشعب المصري. دي نوع من النوع العاميه يعني. بقول الحقيقه في كام دقيقه، احنا شعب ملوش مثيل. شعب عابد، شعب راهب، شعب كل حياته دين. شعب عايش حلم بكره. شعب عمره ما كان ذليل. شعب راسخ في الحضاره، شعب معروف بالجساره. شعب غاية في التحضر، شعب غاية في المهارة. شعب ما تعرفش كونه. شعب تحتار يوم في وصفه. ألف مرة تحس خوفه ومرة واحدة تشوف جرأته. تحس إنه شعب طيب، شعب هادي، بسيط، قريب. بس لو مسيت كرامته يبقى تتحمل يا صاحبي. شعب زي النيل في صمته. شعب زي النيل في خيره. يوم تصاحبه تعيش في خيره، وخيره طايل حتى غيره. به بنينا سد عالي، وبيه نشق 100 قناة. بيه تخضر 1000 صحرة، وبيه تهد 1000 صخرة. بس لما تقف في وشه يفيد وياخدك في طريقه. احنا شعب عاشق لأرضه، كل هم يحمي عرضه، ودينه عنده فوق جبينه، يوم تمس ما تعرفوش. شعب مستأنس وطيب لما بس يحس حبك. شعب مستأصد غضنفر لما لحظة يحس غدرك. ولو في يوم هنت في كرامته يبقى واجه شر أدرك. أكيد فعلا ده تعبير صادق عن الشعب المصري، يعني أن هو ساعة ممكن يكون طيب قوي ومنتهى الحنان والحب، طيب الطيبة والحنية، لكن لما حد يجي على كرامته بيصور وبيصور، وده اللي حصل في الثورة. وده اللي حصل فعلا، تعبير جميل فعلا عن الشعب المصري. سامح، هبتدي بيك بقى برضو، ملحن وشاعر. تكلمنا بقى عن بدايتك مع العمل في الفن كملحن وشاعر. انتوا اخوات طبعا، احنا واضح ما شاء الله توأم. احنا الكتابه والتلحين دي جت صدفه اصلا. احنا في الاصل انا وهيثم كنا بنغني، بس طبعا مع صعوبه الانتاج كده قررنا ان احنا نكتب ونلحن نفسنا. حتى الموهبه ده ما كنتش عارف ان هي موجوده فيا، يعني بجرب كده بكتب حاجه لقيت نفسي بعرف. انتوا تدرسوا ايه ولا خارجين ايه؟ انا خريج هندسه السنه دي، وهيثم برضه فاضل له سنه في السنه الاخيره. هندسه برضه؟ طب ده مجال مختلف تماما. تمام. ما كانش هوايتنا خالص يعني. المجال ده مهندسين على فكره. والله ده لانه ليه بقى الواحد الناحيه العلميه بيحس انه عايز يخش شويه في الناحيه الفنيه عشان يرفع عن نفسه، ولا بيحصل ايه؟ لا، كتير مننا بيدخل مثلا هندسه او طب او اي كليات بتبقى صدفه مش حب. تمام. بس هو قدرته ان هو يجيبها، ليه بيقول مثلا مجموعة. ليه ادخل مثلا اداب او تجاره او مثلا كليه اقل لما ممكن اجيب هندسه؟ فبيدخلها، وبعد كده لما بيحقق هدفه بس خلاص بقى بيدور على الحاجه اللي هو بيحبها بعد كده. يعني في كتير من موزعين وملحنين مهندسين فعلا. موهبته بقى بتفرض نفسها عليه. تمام. بس فيها جت صدفه،
لكن انا في الاصل كنت بغني. بعد كده بقى هيثم ابتدى في التلحين برضه، اكتشف موهبته في التلحين، بقى بيلحن هو كمان. بتغني وتلحن يا هيثم؟ بغني وبلحن واحنا الاثنين بنكمل بعض يعني. هل ده يمكن ساعد علشان انتوا اخوات مع بعض، قدرتوا تعملوا زي ما بنقول شركه وتكملوا بعض فتبتدوا تخرجوا للنور؟ جدا يعني ده اكيد كانت حسن حظ. وفرق كمان علينا مجهود كبير يعني، مثلا ساعات ناس، ساعات واحد مثلا او شاعر مش لاقي مثلا يدي كلمات لمين، او ملحن مش عارف يعمل اي حاجه خالص، مش عارف يتصرف ازاي، او موزع يعرض شغله على مين. فحته ان احنا مع بعض مثلا بنكتب او بنلحن وبنغني وفرت علينا كتير يعني. يمكن تكلفة الأغنية قلت جدا يعني، احنا مثلا كل اللي بنقوم به توزيع وهندسة صوت، الحاجات التكنيكية يعني. تمام. حتى بعض الفرق، في فرق كتيرة جدا برضو ابتدت بالفكرة دي، جميلة جدا. ساعة مثلا تلاقي مطرب مش عارف ينتج لنفسه أو مش لاقي منتج ينتج له، فبيبتدي يشوف مثلا حد بيلعب جيتار أو مثلا عود، شباب برضو هو شباب زيه برضو أو حد بيوزع أو في حد بيلحن أو حد بيكتب، بيكونوا مع بعض فرقة. حتى بيبقى من السهل إن هم يعملوا أغنية، حتى تكلفة بتبقى قليلة جدا طبعا. طب نسمع حاجة كده في البداية تعرفكم للمشاهدين. أنا عارفة إن أنتوا بيعرض ليكوا بعض الأغاني على قنوات مختلفة، وأنتوا ليكوا أغاني وطنية ودينية وأغاني خاصة بمفاهيم في الحياة. يعني برضو ده اتجاه مختلف. تمام. في حاجة اسمها تعال نجرب، تعال نجرب يوم واحد نعيش لله. دي جميلة، اللي سمعت دمدنة كده قبل الهوا. دي كلمات سامح وألحان برضه. طب جميل. تعال نجرب يوم واحد نعيشه لله، ما تيجي بجد ليه نقرب ونبقى معاه. تعالى نجرب يوم واحد نعيشه لله، ما تيجي بجد ليه نقرب ونبقى معاه. ساعتها الدنيا تحلى معاك وتلقى الفرحة مستعجلك تشوف كل حاجة جميلة كانت فيك ومش شايفاك. ساعتها الدنيا تحلى معاك وتلقى الفرحة مستعجلك تشوف كل حاجة جميلة كانت فيك ومش شايفاك. تعال نجرب يوم واحد من غير ذنوب، ما تيجي بجد نجري عليه ويلا نتوب. تعالى نجرب يوم واحد من غير ذنوب، ما تيجي بجد نجري عليه ويلا نتوب. في الدنيا قد ايه انا عايش، ده دنيا بجد ما تساويش اهرب، يلا من اوهامك شوف احلامك ويلا عيش. في الدنيا قد ايه انا عايش، ده دنيا بجد ما تساويش اهرب، يلا من اوهامك شوف احلامك ويلا عيش. تعالى نجرب يوم واحد نعيشه لله، ما تيجي بجد ليه نقرب ونبقى معاه. جميل جميل الحقيقه، ومعاني جميله. حتى الاستاذ ايمن برضو اندمج معانا في الاغنيه، راي حضرتك ايه بقى؟ شيء جميل جدا بدون مجامله. دايما الرجوع لله والرجوع للحقائق الاصليه اللي احنا افتقدناها هو ده الشيء الجميل وهو الشيء الباقي. احنا الشعب المصري ممكن تشوفينا من بره صوره مختلفه، لكن من جوه احنا لينا طبعنا ولينا ديننا ولينا عرفنا كلنا ولينا فطرتنا بنميل الى التقارب من الله سبحانه وتعالى. ايا خلف اختلف ديننا او اختلف مهما نبعد، عندنا احساسنا ان احنا لازم هنرجع ولازم هنمشي مظبوط مهما كان، ولا يصح الا صحيح في الاخر فعلا. ولذلك في قصيده جميله برضه استحضرتك على نفس المعنى. جميل، على نفس المعنى، شعر الحكمه.
المعاني اختلفت يا استاذ ايمن من زمن لزمن، يعني التعبير عن الوطن وحب الوطن والاغاني الوطنيه والاغاني الدينيه، حضرتك شايفها دلوقتي اسلوبها اختلف مثلا عن من كام سنه؟ اكيد طبعا في اختلاف كتير، لان احنا دلوقتي بقينا نميل للكلمه الخفيفه لما تيجي تقولي قصيده توصل شويه للمواطن البسيط. للاسف احنا الازهر فقد دوره كتير جدا، واللغه عندنا والمعلمين كتير جدا، واخد بالك حضرتك بتشتغل قدام في مجال التدريس برضه لغه عربيه طبعا، لغه عربيه ودين. على فكره يعني انا حتى عند اولادي في المدرسه في كتير جدا من المدرسين والاساتذه متميزين وشعراء جيدين جدا، اساتذه اللغه العربيه طبعا والتربيه الدينيه، يعني في مواهب كتير قوي. هو للاسف الشديد اللي بيحب اللغه العربيه يعني ما يعرفش يدرسها صح بيرتقي. الا اللي يحبها صح، لان اللغه العربيه بحر واسع جدا ومش اي حد يقدر يلم بيه بسهوله الا اذا كان محب ان هو يعوم في البحر ده او يغوص في هذا البحر. فاللغه متميزه جدا، فاللي بيتميز فيها وبيحبها بيتميز. الشعر برضو يعتبر هو قمه الفنون وهي المرآة بتاعت لان هو بداية الاغنية، بداية يعني بداية قصيدة او كده. فهو احنا اختلفنا في ان احنا بنحاول نخفف المعاني زيادة عن اللزوم، فبتطلع مننا حاجات كده يعني بسيطة، لكن لو دورتي هتلاقي وموجود، بس احنا محتاجين الناس دي ننميها شوية، وده للاعلام دور كبير جدا في الموضوع دوت. اتفضل. طيب دي قصيدة اسمها لمن يعتبر. لمن يعتبر؟ على نفس المنهج بتاع الدين، يعني التقرب لله سبحانه وتعالى، ومعرفة الإنسان بفنون الحياة والحكم. هي شعر الحكمة. طيب مهمة جدا طبعا، الحكمة هي أساس الحياة، الحكمة مهمة جدا في حياتنا. الحكمة دي ممكن أو المثل كمان، وده أنا بعمل كتاب عن الحكمة والمثل، تعتبر ممكن إنسان يعيش عمره كله ويلخصها في كلمتين أو في جملة بسيطة محتاجة جدا. محتاجة تأمل، محتاجة تواصل مع الله سبحانه وتعالى. الشعر هو لو ما تأملش ما يبقاش. لا حتى احنا كبشر. كبشر. يعني محتاجين لحظات من التأمل والتواصل مع الله سبحانه وتعالى في هدوء وسكينة عشان نصل إلى هذه المرحلة من الحكم. تأمل ساعة وتفكر ساعة خير من عبادة السنة. والمقصود بالسنة ديت ان هو قائم بيصلي كل، لانه ساعتها لما هقوم بالعبادات هيبقى فيه مش هيدل على وجود الله الا التأمل. ومش هيدل الا الكون. في مصداقية وتواصل مش أداء مجرد حركات. بالظبط كده. فالقصيدة دي بتقول: ما من مرء تحدى القدر، مفيش إنسان أبدا في الدنيا يقدر يتحدى القدر، ما من مرء تحدى القدر وما رد سيف القضاء الحذر، فامضي بعزم وكن صابرا فما يدرك المجد سوى من صبر، وماك الإيمان يقوي الفتى وينجيه من عاديات الخطر، ويدنيه من كل فضل عظيم وينئيه عن كل ذنب وشر، وكل مطيع لأمر الإله سينجو وكل مطيع لأمر الله لأمر الإله سينجو، وبالجنات العلا قد ظفر، وما كالجهل يزل الشعوب، وما كالجهل عظيم الضرر، وما كاللسان يزل الفتى ويبدي عيوب جميع البشر، فاحفظ لسانك عن كل قبح ليعدو المقام وتسكو السير، ولا تبدي غير حكيم الكلام لتدعى الحكيم بعيد النظر، ولا تأسفن لماضي الزمان وخذه لبعض الآتي عبر، ولا تأسفن لضيق الزمان وخذه لبعد ولا تأسفن لحظ عسر، سيأتي بعد الضيق الفرج كما جاء بعد الجذب المطر، ولتكن أدابك زينة خصالك فلجود الخصال عظيم الأثر، بقدر الإيمان وحسن الخصال يكون امتداحك بين البشر، وحاذر عند اختيار الصديق فإن الصديق الصدوق نضر، ولا تعطي سرك غير الأمين فغير الأمين عظيم الضرر، فإن ائتمانك غير الأمين كوضع الوقود جوار الشرر، ولتحفظ عهودك إذا ما عهدت واصدق فيما منك صدر، ولا تركنن لمال وجاه فسلطان من دام بين البشر، وحاذر غرورا بعهد الشباب سيمضي الشباب وتبقى العبر، وخذ من شبابك لعهد المشيب فالشيب درس لمن يعتبر. ونعم بالله. يعني فعلا الواحد أخذ كم حكمة كده بشكل بسيط ووصلت. إيه رأيكم يا شباب؟ لا مش مجامله يعني، انتوا وصل لكم المعنى؟ يعني هو بيوجه للشباب اللي زيكم واللي اصغر، يعني انتوا حاسين بالتواصل؟ يعني في ناس تقول ايه الشعر في الجيل الجديد الشعر ده صعب وهنقرا شعر وهنقرا، انتوا طبعا فنانين فالوضع بالنسبه لكم مختلف، لكن انتوا شايفين انه مثلا قصيده زي دي لما تتقال لمجموعه من الشباب حتى اللي مش متخصصين بتوصل المعاني زي ما انتوا باغنيتكم بتوصلوا المعاني؟ طبعا، سواء الشعر او الاغاني الشعب المصري لازم يبقى في هدف. طبعا لازم ان يبقى في منها هدف. بالظبط. غير اغاني، في اغاني دلوقتي ملهاش هدف خالص. فطبعا حاجه لها الهدف وطالعه صادقه ومكتوبه باحساس بتوصل للناس. بالذات الشعب المصري بطبعه عاطفي، فبتوصل له حاجه بسرعه. تمام.
فطبعا ودي اسرع طريقه، اسرع حتى من 100 خطبه، يمكن صح. اسرع من 100 خطبه واسرع من 100 درس، بتوصل للشباب بسرعه. هيثم عايزين نسمع منك حاجه برضو، لان احنا قدامنا حوالي 8 دقائق، فاحنا صوتك الجميل عايزين نسمعه، اتفضل. طب انا نفسي اسمح في اغنيه بمناسبه ان الاستاذ ايمن قال حاجه عن مصر الاول، فممكن طيب في حاجه ماشي. حاجه اسمها احلى حاجه في البلد دي، مقطع صغير كده سامح. ممكن جميل بوضع. جميل طيب. اتفضل يا سامح، ده احلى حاجه ان هم بيميزوا بعض على بعض يعني. ما شاء الله. مقطع صغير كده اسمه احلى حاجه في البلد دي. تمام. احلى حاجه في البلد دي هي ناسها، طيبه ورجوله وشها، ما دول اساسها، والضحكه طالعه من قلوب دافيه وصافيه، دي بلدنا حلوه، واسالوا كل اللي شافها. جميل جميل. لا ما شاء الله صوتكم انتوا الاثنين جميل، وفي اختلاف يعني، تحس ان يعني رغم بقى ان هم توأم في كل حاجه، لكن نبره الصوت برضو بس هم على فكره كملوا بعض كتير يعني. مش كده، تحس ان في تكامل. سبحان الله سبحان الله. تحب تغني لنا حاجه هيثم برضو، مقطع كده؟ ممكن اقول حاجه عن مصر برضو تاني؟ احنا يعني الحب الكبير، الحب الكبير، الحب الكبير. تمام. في حاجه اسمها نفسي اعمل حاجه ليك، هي كلمات سامح برضو، مش الحان، اغنيه بتاعت اغنيه معروفه يعني. اتفضل. نفسي أعمل حاجة ليكي، نفسي أطمن عليكي، نفسي أعيش طول عمري جنبك يا مصر، ليكي وبين إيديكي، لو بعت ما بنسكيش، مهما غبت بحس بيكي، عمري بعدك ما يساويش، ويسوى ايه لو يوم نسيكي، غلطت ياما كتير في حقك، غلبني يأس كتير وخوف غصب عني، بعدت عنك خوفي كان هو الظروف، يا اغلى عندي من الحياة، يا اغلى عندي من الوجود، بوعدك راح ابقى جنبك وبدعي ليكي في السجود، يا اغلى عندي من الحياه، يا اغلى عندي من الوجود، بوعدك راح ابقى جنبك وبدعي ليكي في السجود. جميل جميل. وان انت تدخل حب الله سبحانه وتعالى وحب مصر يعني، طبعا دمج الفنون، دمج الفنون مهم جدا. دمج الفنون ده شيء جميل جدا وغالي يعني. استاذ ايمن، انت كمعلم بتجد الجيل اللي انت بتتعامل مع حضرتك بتدي اي مرحله؟ انا بدي ثانوي. مرحله ثانوي يعني شباب بقى اللي هم مقبلين على الجامعه والحياه. تعبان معاهم؟ طبعا اكيد. مفيش الجيل ده صعب برضه. الاب تعبان مع اولاده في البيت اللي عنده 3 4 وعنده 2، يعني على قد ما هو جيل متميز، لكن هو جيل صعب انك تقنيا وفنيا انك تخترقه. طبعا صعب جدا. لازم. ازاي بتتواصل معاهم بقى يعني، تبقى صديق ومعلم وقدوه في نفس الوقت؟ المدرس لو ما حسش نفسه اب ما ينفعش يدرس. كمان اللي هيتخذ الدراسه او التدريس لمجرد ان هو مكسب او مهنة أكل عيش او مهنه، لا، المفروض ان المدرس الصح يرتقي لمرتبه معلم، والمعلم اللي هو بيعلم كل شيء، مش بس فنون الحياه، قبل فنون او قبل التدريس نفسه، قبل الماده اللي بياخدها. ده مهم جدا جدا. احنا بقى قدامنا دقيقه، عايزين نختم بقصيده كده لحضرتك سريعه. طيب وبعديها نختم. نحب مصر ولا المعلم؟ انا كاتب قصيده عن المعلم، حضرتك اختار. طيب نخليها عن مصر الاول. اتفضل. ماشي. ستبقي يا مصر رغم العدا، ويبقى جنودك رمز الفدا، نحبك يا مصر ملء القلوب، وحين تنادي نلبي الندى، سراقي يا مصر، سراقي يا مصر طبرا وقينا، وانت للروح قطر الندى، شربنا من النيل كل الحنان، ورضعنا هواك طوال المدى، عرفنا الكرامة في أرضها، وطرنا نحلق عبر السماء، جندك يا مصر رمز الفدا، على كل أرض يلبي الندى، ويحميك يا مصر في كل آن، ويبقى بأرضك رمز الأمان، سراك عليه عزيز عزيز، ويبذل الدم رمز الفدا، رأيناه ضحى طوال الزمان،
وصان ترابك في كل آن، رأيناه رمزا لكل كرامة ورمز السلام ودرع السلامة. تهون الحياة ولا لن يهون سراك بعينيه نور العيون، على شعب مصر رؤوف رحيم وعلى من يعاد قوي رزين. وبين بنيك هو من بناك وصان صراك وصان سماك، وسطر في العالمين اسم مصر فصار لكل عظيم علامة. وصار اسم مصر بجوف القلوب وبين السحاب وفوق الغمامة. جنودك يا مصر درع الأمان ورمز البناء وأسد الميدان، رعاك الله يا مصر دوما وأبقى جنودك فخر الزمان. شرفتونا وكلمات جميلة. بنختم لقائنا مع حضراتكم، يعني حسيت بنفحة روحانية و يعني كلام جميل اتقال في حب مصر، وقبل ده كله حب في الله سبحانه وتعالى، فدي اعتقد طاقة ايجابية احنا خدناها ونتمنى انها تكون وصلت للسادة المشاهدين ان شاء الله. والفن رسالة في الاول وفي الاخر. بنشكر سامح عبد المنعم ملحن وشاعر، هيثم عبد المنعم مطرب، الاستاذ ايمن الشاعر كاتب وسيناريست وشاعر، شرفتونا النهاردة ودايما نشوفكم على خير. اعزائي المشاهدين، وزي ما قلت نتمنى ان احنا نكون وصلنا الطاقة الإيجابية لحضراتكم. شكرا على متابعتنا النهاردة. حاولنا ان احنا ننوع ما بين اللقاءات، كلامنا عن السياحة والاهتمام بيها ودعمها الاقتصاد المصري في الفترة اللي جاية، واتكلمنا كمان عن الفن وازاي مرآة للمجتمع، وكان حوارنا عن الفن وعلاقته بالمواطن. شكرا لحضراتكم، استنونا ان شاء الله الخميس الجاي وفقرات جديدة، فإلى اللقاء. شاركتني وحاجة تفرح، مش هنمشي.